ان شاء الله. وخلينا نطلع بقى يا كابتن هاني نشوف تقرير عن اخر استعدادات النادي الاهلي لهذه المباراه. وبعد هذا التقرير فاصل، وبعد الفاصل النجم الكبير كابتن عادل طعيمه والنجم الكبير كابتن محمد حشيش في ضيافه الاهلي في المونديال. اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لمواجهة ريال مدريد الإسباني والمحدد لها 9 مساء غد الأربعاء على ملعب مولاي عبد الله في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية والمقامة حاليا في المغرب. وحرص مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على فرض السرية التامة على استعداد الفريق في ميرانه الرئيسي الذي أقيم على ملعب الجامعة المغربية في الرباط. وحرص كولر وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة على عقد اجتماع مطول مع لاعبي الأهلي قبل انطلاق الميران الختامي لمواجهة ريال مدريد، وطالبا اللاعبين ببذل قصارى جهدهم في مواجهة ريال مدريد، كما طالبا بإسعاد جماهير الأهلي في كل مكان واللعب بشخصية الفريق الأحمر. وكانت أبرز تعليمات كولر هي ضرورة التحلي بالهدوء والتركيز طوال المباراة. في الوقت نفسه حرص كولر على تجهيز لاعبيه بدنيا وفنيا، كما قام بإعطاء اللاعبين جرعة تدريبية قوية متنوعة تحت إشراف أندرياس أندويا مخطط الأحمال، كما قاد ميشيل يانكون تدريبات حراس المرمى وظهر محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء بمستوى مطمئن للغاية. كما أجرى كولر تقسيمة قوية بطول الملعب شارك فيها جميع اللاعبين، وحرص خلالها على تنفيذ بعض الجمل التكتيكية. واختتم ميران الأهلي الأخير بالتدريب على ركلات الجزاء تحسبا للجوء إليها حال انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بين الفريقين.